كان في صحابي اسمه جليبيب. جليبيب هذا لم يكن ذا وجه جميل، فأراد أن يزوجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لرجل في المجلس: إني أريد أن أتزوج ابنتك. الرجل طبعا فوجئ، النبي شخصيا أتجوز بنتي؟ ده حاجة عظيمة جدا. فقال له: نعم، كرامة ونعمة عين. واحنا ديك الساعة لما الناس بالنبي شخصيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أريدها لنفسي، إني أريدها لجليبيب. الرجل قال له: جليبيب؟ قال له: إيه؟ طب حتى أشاور أمها. خلاص؟ لأن جليبيب معروف، كلهم عارفين جليبيب، يعني مش جميل الوجه ولا الكلام ده. فراح ليه؟ لامرأته وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: كرامة ونعمة عين. قال: إنه لا يريدها لنفسه، إنه يريدها لجليبيب. قالت: جليبيب؟ إني أخيه يعني؟ ها؟ وكررتها مرتين ثلاث. لقد جاءها من هو أفضل من جليبيب ورفضنا أن نزوجه. البنت سمعت الحوار الذي بين أبيها وأمها، قالت: أتردون على النبي أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. وتزوجت جليبيبا. مفيش أيام وبعدين داعي الجهاد نادى، خرج جليبيب في الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوة قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا. دوروا عليه لقوه. قال لهم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، فلان. دوروا عليه جابوه. هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، لا أراه في الأحياء، أين هو؟ فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا وبجانبه سبعة قتله. يا له من مسلم صدق الإله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، على جثته ومقتول، قال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. هو صاحب للمصطفى، قلب النبي قد اصطفى. ولم يكن له سرير إلا يدي النبي. السرير والنعش يعني، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شاله على أيديه الاثنين، وهو الذي تولى دفنه. يا له من عمل، يا له من مسلم صدق الإله، من روحه ودمائه صنع الحياة، عبد فقير قلبه كنز المغانم في غنى، هو صاحب للمصطفى، قلب النبي قد اصطفى، قلب النبي قد اصطفى.